والله انا الحمد لله يعني ناس من القديمه في الدوري المصري. انا فاكر ماتش 4-4 اهلي والاسماعيلي اللي شادي محمد تقمص صدره عصام الحضري وعمل ضربه جزاء في الدقيقه 94 والاسماعيلي تعادل معانا 4-4. كان موسم تاريخي. انا مش فاكر بصراحه هو كان 2002 ولا 2001، بس بصراحه واحده من احلى الماتشات اللي اتفرجت عليها في حياتي. لما باجي النهارده اتفرج على ماتش الاهلي والاسماعيلي في 2020، هو الاسماعيلي راح فين بجد؟ يعني الاسماعيلي بجد الكره الحلوه وبرازيل مصر راحوا فين؟ يعني انا فاكر ان الاسماعيلي على الاقل لما كان بيكون سيء كان يا دوبك بينافس على الثالث او الرابع، انما دلوقتي لما اشوف الاسماعيلي في المركز التاسع وتتكلم على ماتش الاهلي والاسماعيلي هيكون قمه ومنافسه وحماس وامتاع وابداع، اللي هو انت مش عايش معانا في الواقع. الاسماعيلي فريق سيء وعنده مشاكل كتيره قوي دفاعيه وعنده مشاكل هجوميه، والفرقه واقعه بالهبل لدرجه ان هم حرفيا بيعتمدوا على عبد الرحمن مجدي في كل تحولاتهم الهجوميه، اما كابتن احمد مدبوليني فالراجل يعني بيلعب ماتش ويقعد ماتشين ثلاثه على الدكه، وعمر الوحشه والراجل بيحاول على قد ما بيقدر في نص الملعب، وعماد حمدي برده بيحاول على قد ما بيقدر في نص الملعب. غير كده لو قلت على لعيبه الاسماعيلي، اصابه رين كان بيلعب في الزمالك وراجل برده باك يمين يعني جيد نوعا ما، دونجا كان بيلعب في الزمالك برده على الدكه. يعني مش هنتكلم في الاسماعيلي كتير عشان خاطر كلنا شفنا فيديو شات كوره لما اتكلم على اداره الاسماعيلي والناس اللي بيعملوه في الاسماعيلي، راجل احسن في البيت فالله يسهل لهم يعملوا اللي هم عايزينه في النادي او ناديهم وكل حاجه. نتكلم احنا بقى على نادينا. الف مبروك اهلاويه، كسبنا وباقي 3 نقط وناخد الدوري. انا عارف ان مش فجاه، كنا عارفين ان احنا ناخد الدوري والدوري بالنسبه لنا خلصان، حتى اول ماتشين ثلاثه لما رجعنا قلنا هنكسب الدوري. لما خسرنا من الزمالك بدانا نقلق شويه، لما شفنا ان الزمالك خلاص ادي بالامر الواقع ان هو بيلعب شويه ناشئين وخلاص باع الدوري ويلا يا جماعه خدوا الدوري اعملوا اللي انتوا عايزينه، لما شفنا بيراميدز برده بيقع قلنا تمام ده كده الدوري بالنسبه لنا خلصان وبالنسبه لنا بقت زي الفل، باقي 3 نقط ونكسب ونكسب الدوري. يعني متوقع ان الاهلي يكسب الاتحاد السكندري ونخلص الدوري ده على خير ونخلص كل العك وكل الحاجات دي على خير. لا ما هو احنا عارفين ان الليف ايلر الشوط الاول بالنسبه له بيكون تجارب وحقل تجارب وبيعمل حاجات كتير قوي غريبه، بيجي الشوط الثاني لما يصلح اللي هو بيعمله يبقى الراجل عبقري والراجل بيغير في اسلوب اللعب جوه الملعب. بص عايز اسمع معاك اتفاق بسيط وجنتلمان كده، احنا جايبين محمد مجدي قفشه ليه؟ عشان خاطر نلعبه في 4-2-3-1 مركز 10. احنا من ساعه ما جبنا مجدي قفشه وغالبا كده غيرنا طريقه اللعب وبنحاول نلعب ال 4-4-2، بنحاول نلعب 4-2-2-2 بنحاول نلعبها، بنحاول كمان ان احنا نطرف مجدي قفشه ناحيه اليمين، وكمان الراجل ببص لقيت ان هو حط مجدي قفشه جنب علي وبادجي كمهاجم تاني ووراهم جونيور اجاي اللي ضايع جدا بقاله فتره طويله والناس كلها بتقول لك نفسيته بس مش عارف اللي هو يا جماعه امكانياته كده امكانياته كده بس هو واقع في الماتشات دي، في ماتشات الزمالك ممكن تلاقيه جاب جون ويرجع تاني ان احنا نتكلم عن ان هو محترف مميز والكلام ده. وجيرالدو اللي جيرالدو بصراحه بشوف ان يعني السف عليه كتير والكلام الكتير قوي عليه ان هو واحد من اسوأ اللعيبه واللي موقع الايقاع واصل جيرالدو كان سيء وجيرالدو هو اللي عمل اللي هو اساسا الفرقه كلها سيئه الشوط الاول والشوط الاول الاهلي لعب شوط للنسيان، لا الفرقه عارفه تدافع ولا الفرقه عارفه تهاجم، لا عارفين نقف صح في الحالات الدفاعيه ولا عارفين نقف صح واحنا معانا الكوره وبنهاجم. لا لو مستنيين نتكلم على الحكم، حكم ايه؟ انا من زمان قوي وانا رحت سالت المدرب بتاعه، المدرب بتاعي بالمناسبه كان حكم مرايا برضه، فبقول له يا كابتن هما ليه بيعتمد على محمود عاشور؟ الحقيقه الراجل باين عليه ان هو ما عندوش شخصيه والموضوع بالنسبه له ضايع. قال لي بص محمود عاشور مظبط لجنه الحكام والناس كده كده بتلعبوا ماتشات علشان خاطر ابوه كان حكم والكلام ده. قول له يا كابتن الكلام ده بيحصل؟ بيقول لي لا ده احنا الكلام ده ما فيش غيره اللي بيحصل عندنا في لجنه الحكام. فكابتن محمود عاشور ماتش سهل جدا ممكن توديه بره الامام بسهوله، لقيت كابتن محمود عاشور بيعمل ماتش غريب جدا في حالات الفار اللي هو كابتن محمود ضربة الجزاء الأولى بتاع الأهلي فيها كلام بصراحة وعليها، لأن في زوايا بتقول لك إن محمد مجدي حارس إسماعيلي لعب الكورة وفي زوايا تانية بتقول لك الراجل ما لمس الكورة والكورة ضربة جزاء. المهم علي معلول بيقدر يجيب الهدف الأول بعد 4 دقايق والماتش بيكون سهل جدا. قال له يا جماعة بقى نهاجم، لا 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 بيهاجمش والإسماعيلي بنخبط في نص الملعب شوية، لا ده بيضيع ولا ده بيضيع ولا ده عارف يستحوذ ولا ده عارف يستحوذ، بس في حاجات كتير قوي عبد الرحمن مجدي عمل جبهة نارية على علي معلول وأيمن أشرف والغلطات الكتير قوي اللي بيعملها محمد هاني وبيعملها رامي ربيعة كانت مستمرة معانا زي ما هي، لدرجة إن مهاجم الإسماعيلي شيلونجو الراجل بصراحة يعني غلط غلطة غريبة اللي هو محمد هاني راح يغطي فساب الكورة وراح وراها وبعد كده أول ما شاط طلعت بره كابتن احمد العجوز بره بيقول لك لمس ايده. ايه ده يا كابتن احمد ده الراجل شايط لوحده، يعني الراجل الفرق بتاعك شايط لوحده، يبقى ايد ايه يا كابتن احمد؟ انا عارف ان الجهاز بتاع الاسماعيلي عايز يتكلم عن يا جماعه العيب مش فينا، ولما لقيت كابتن ادم رئيس الاداره اللي تم اقالته بعد الخساره من مصر لما كسر 4 بيتكلم عن ان هو ما ينفعش يكون في مدرب اجنبي في الاسماعيلي وناس تكمل بالجهاز المصري هو كابتن احمد العجوز ومعاه كابتن حمص ومعاه كابتن سعفان، ومع ذلك الاداره كالعاده خدت الكلام ده ورمته في الحمام وراحت عقدت مع ريكاردو. فالاسماعيلي في حاجات كتير وفي مشاكل كتيره قوي موديه الفرقه لنقطه اقرب للهوايه. ضربه الجزاء الثانيه اللي هو كابتن محمود عاشور واقف على خط السنتر، يعني شايف الكوره كويس قوي، مع ذلك الكوره جايه بطلع ايد الاسماعيلي وهو حسبها ضربه جزاء.
طب ما طبيعي ان الفار يقول لك ان هي مش ضربه جزاء كابتن محمود، وطبيعي انك هتتهز شويه وثقتك اللي هي مش موجوده اساسا هتيجي واقعه اكتر وهتعمل حاجات غريبه. ضربه الجزاء بتاع رامي ربيع اللي انت حسبتها اعتقد ما فيش قانون في العالم ممكن يقول لك ان انت ممكن تحسبها ضربه جزاء، اللي هو حتى لو الكره لمست ايد رامي وضع رامي التشريحي بيقول ان هو الراجل ما قصدش ان هو الكره تيجي في ايده، وكمان ما كانش فيه فرصه ان هو يتلاشى الكره ان هي تيجي في ايده، ده لو جت في ايده، الكره ما جتش في ايده اساسا والكره جت في فخده، بس عادي بقى معلش الراجل حسب ضربه جزاء بقى خلاص. وطبعا نشوف الفار ان هم الناس قاعده تتكلم وقعدت الزاويه دي النصر، وفجاه الفار ما بقاش صوره بس لا ده بقى صوت كمان، واعطينا شوط ما فيهوش اي كوره، اعطينا اثاره وحماس علشان خاطر حكم مهزوز مش عارف ياخد قرارات وفار بيتدخل في حاجات كتير. وشوفنا ان الشوط الاول عادي وعدى، الشوط الثاني بقى انا اسمع على اللعيبه بتقع في الدقيقه 60، اسمع على اللعيبه بتقع في الدقيقه 70، انما ما اسمعش على اللعيبه بتقع من اول الدقيقه 45. المشكله برضو في الاهلي كانت هي دخلنا مجدي قفشه حطيناه في العمق، يعني احنا الاول كنا رامين واحد اليمين الشوط الاول دخلناه حطيناه في العمق، لما فكرنا ان احنا نغير وخلاص بقى طالما هنلعب 4-2-2-2 يبقى خلاص ما نغير الناس اللي على الاطراف دول وننزل احمد الشيخ وننزل وليد سليمان، اللي وليد سليمان هينزل هيكون بديل محاوله مجدي قفشه، هيكون مهاجم ثاني مع اليو بادجي. اليو بادجي بصراحه واحد من احسن الحاجات اللي الاهلي استفاد بيها في الفتره دي، اليو بادجي هو ممكن تقدر تقول عليه ان هو المكسب الوحيد للفرقه كاسم جديد في ظل العك اللي موجود جوه الفريق دلوقتي، فالراجل بصراحه عرفنا نطلع بيه في المرحله دي، يعني ممكن تقدر تقول عليه ان هو راجل المرحله بامتياز. فالراجل بيقدر يحرز هدف من تمويهه عالميه ولا احلى، وبيخلص المباراه الكلينيكيه اللي هي اساسا ماتت وشبعت موت علشان خاطر بعد تغييره عمر الوحش وتغييره عبد الرحمن مجدي كانت فرقه الاسماعيلي خلاص فكت تماما والجيم بالنسبه لها ضاع والموضوع خلص تماما، وبرده الفرقه واقفه تستقبل لعب خسرانه 2 مفيش رد فعل مفيش اي حاجه تماما. والهدف الثالث وليد سليمان بيلعب كروس محمود مجدي حارس المرمى بيمسكها بطريقه غريبه قوي بتقع منه، فالشيخ بيقدر يجيب الهدف الثالث والمباراه بتنتهي 3-0. وطبعا كابتن بوستيليرو مروان محسن نزل ضيع انفراده غريبه، بس عادي يا جماعه مش عايزين منه اي حاجه، الحمد لله طلعنا بمهاجم كويس زي اليو. نكمل بقى على كده، وكابتن مروان يعني الله يبارك له هيقعد دكه فتره طويله وربنا يكرمنا على كده. هل الاهلي كان الشوط الاول مقنع؟ لا الاهلي مش مقنع خالص الشوط الاول. هل الاهلي الشوط الثاني قوي جدا؟ لا هو الاسماعيلي الشوط الثاني هو اللي كان زي الزفت، الاهلي قدر يسيطر الشوط الثاني عشان خاطر الاسماعيلي كان زي الزفت. هل هي مباراه ممتعه ومبدعه والكلام ده؟ يعني مش هنقعد ده مع بعض، مفيش ماتش في الدوري المصري ممتع ومبدع والكلام ده، هنقعد نتكلم برضو على الاحوال البدنيه بالنسبه للعيبه لكل ثلاث ايام ماتش، لا ما لعيبه الاسماعيلي في كل الماتشات بالنسبه لها بتقع بدني حتى والماتشات مش مضغوطه، فما جاتش على الماتش ده يعني. بص انا عارف ان الكلام بتاعي ما بيعجبكش، لان ما بقولكش ان الاهلي حلو وممتاز ومكسر الدنيا، واصل العيب كان في جيرالدو، ولا جيرالدو لما خرج والشيخ وليد نزل والدنيا اتغيرت. الاسماعيلي اساسا كان سايب الكوره الشوط الثاني والاسماعيلي ما كانش قادر يتحرك الشوط الثاني، فطبيعي ان الدنيا تكون بالنسبه لك زي الفل، غير ان انت خلصت قدام الاسماعيلي فاول اربع دقايق جبت جون، كان مفترض انك تجيب الثاني والثالث والرابع، والاسماعيلي فرقه كانت متاحه انك تعمل عليها سكور من الشوط الاول، بس على طول بس الكلام ده من بدري قوي ونخلص 3 4 5 في الشوط الاول، ولعيبه الاسماعيلي كانت متاحه الموضوع بالنسبه لها عادي، ولا هم تكتيكيا فرقه واقفه قوي على رجليها جوه الملعب، ولا هم فنيا لعيبه ممتازه والكلام ده، بس هم كانوا بيعتمدوا على لاعبين ثلاثه وخلاص الموضوع بالنسبه لهم كان زي الفل. هدول مين لاعبين ثلاثه؟ اقول لك ما انا قلت عمال اقول لك عمر الوحش وعمال اقول لك عبد الرحمن مجدي وهم دول راس مال الفرقه في الملعب، بس عادي يعني مش بص نختلف مع بعض براحتنا مش هنتكلم فيها حاجه. انا مش طالب من الاهلي اداء، هرجع اقول لك كل مره ما بطلبش من الاهلي ان هو يعمل اداء عشان لعيبه مرهقه بدنيا ولعيبه ضايعه بدنيا، ولا مش مصدقني روح اتفرج على اداء الاسماعيلي الشوط الثاني، ها هم بيقعوا على ماتشات كتيره قوي قبل برضه من التوقف، بس هم لعيبه ادائهم البدني سيء نوعا ما، بس بصراحه النهارده ضاع تماما في الشوط الثاني. مش هقدر اقول لك الاهلي حلو ولا الاهلي ممتاز وكلام انت عايز تسمعه وخلاص، المهم الاهلي خد الدوري والمهم ان انت خدت الدوري. نرجع نتكلم في تدعيمات، لا الفرقه محتاجه وقفه ومحتاجين كلام كتير قوي. نرجع نتكلم في شغل فايلر التكتيكي جوه الملعب، برضه محتاجين وقفه ومحتاجين كلام كتير قوي. نفرح باللحظه ان احنا نفرح ان احنا خدنا الدوري، بعدها نتكلم ونيجي نتحاسب في افريقيا هنعمل ايه علشان خاطر احنا حاطين تارجت بالنسبه لنا افريقيا رقم واحد، بعد كده الدوري المصري اي حد بيجي ياخده. حد بيجي ياخده كمدرب النادي الاهلي مش فايلر، فموضوع ان دخل الدوري دي مش انجاز ولا اعجاز، في مدربين كتير قوي بيكونوا مالت وبيجي ياخدوا الدوري مع الاهلي وبتعمل لهم بطوله وان انتوا خدتوا بطوله مع الاهلي، غير كده مش هقعد اقول لك انك مدرب ممتاز وانك مدرب واو بلا 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 بلا، في الاخر مدرب على قدك وشويه لعيبه كانوا كويسين الدور الاول خلوك تفرق عن المنافس ببعد كبير جدا، ولما اللعيبه دول اتصابوا وبداوا يقعوا منك وبداوا انه في لعيبه اعارتها تنتهي بدات انك تبان شكلك وحش جوه الملعب، حتى لما كان مطلوب منك انك تلم الفرقه
لحد دلوقتي لسه مش عارف تلم الفرقه ولا عارف تعمل اي حاجه. بس حاجه هنديك فرصه بما انك بتكسب, وهنديك فرصه بما انك عامل ريكورد مميز جدا, انك لعب 26 ماتش كسبان منهم 23 ومتعادل ماتشين وخسران ماتش, دي حاجه ممتازه. بس اللي يتقدم جوه الملعب بيقول ان الفرقه دي مش واقفه على رجليها ولا اي حاجه, والنتائج اللي كانت بتيجي دي كانت بتدي النتائج بتيجي عشان خاطر الفرق اللي احنا معاها. مع الاسف شريط فرق سيئه, والخصمين اللي كانوا مباشرين لينا الزمالك وبيراميدز كانوا خسرين الدوري من اول اربع جولات. محدش عارف كاين فايلر ولا كاين تجربته, ولا تقول ان هي ناجحه ولا تقول ان هي ممتازه. اما الاسماعيلي فلكم الله فيما تفعلوا بكم اداره ابراهيم عثمان.